السلام عليكم أعزائي عزيزتي متتبعي موقع وشاق تقنية، مرحبا بكم في الجزء الثاني من الدرس الثاني لدورة تعلم لغات البرمجة بلغة سي. في هذا الجزء سنتطرق إن شاء الله لإنشاء أول برنامج بلغة سي. قمنا في الجزء الأول بشرح لبرنامج دي سي بلس بلس وهو الخاص ببرمجة بلغة سي. نقوم بالدخول إلى البرنامج، تظهر لنا صفحة البرنامج كالتالي، ننقر على Close ثم New Source File، تظهر لنا الصفحة التالية، هذه الواجهة وهي التي سنقوم بكتابة أول برنامج فيها إن شاء الله. أول برنامج أو أي برنامج بلغة سي تكون بدايته بمكتبات، هذه المكتبات تتوفر على أوامر تستعمل بلغة سي. المكتبة الأولى والمشهورة وهي مكتبة include studio.h، مكتبة include studio.h تتوفر على أوامر سنستعملها في البرنامج أو في هذا البرنامج إن شاء الله. مثيلة هذه المكتبة مكتبة include conio.h. وهي كذلك سنستعمل لبعض من أوامرها في البرنامج. بعد كتابة المكتبات نمر إلى كتابة main ثم قوسين، وهذه العملية مهمة في كل برنامج. عند كتابة المكتبة و main قوسين نقوم بفتح لما بداية البرنامج تكون من هذه اللامة، أما ما كتبناه سابقا فهو خاص بأي برنامج في لغة سي، فبدايته تكون بواسطة مكتبات ثم main قوسين. للإضافة ف include studio.h و include conio.h ليست المكتبتين الوحيدتين في لغة سي، فهناك مجموعة من المكتبات الأخرى، إلا أننا في هذا البرنامج البسيط إن شاء الله سنتطرق إلى أوامر توجد فقط بهاتين المكتبتين. نبدأ على بركة الله. البرنامج الذي سنقوم بعمله هو برنامج بسيط وسهل جدا كما قلت في الدرس السابق، وهو برنامج خاص بإظهار رسالة على سطح شاشة MS-DOS. لذلك نقوم بكتابة print f. print f وهي أمر من أوامر مكتبة include studio.h، وهي خاصة بإظهار رسائل أو إظهار رسالة على سطح شاشة MS-DOS. بعد ذلك بعد كتابة print f نقوم بفتح قوس ثم فتح مزدوجة ثم كتابة الرسالة التي نريد إظهارها. مثلا نقوم بكتابة Hi, how are you؟ ثم نغلق المزدوجة، والأمر الذي لا يمكن إغفاله هو كتابة نقطة فاصلة. نقطة فاصلة وهي تدل على نهاية الأمر. في كل أوامر لغة سي تنتهي بنقطة فاصلة والتي تدل على النهاية. بعد كتابة print f ثم كتابة الرسالة نمر إلى أمر آخر من أوامر لغة سي والخاص بمكتبة include conio.h وهو get char ثم قوسين. get char.h خاصة بعمل بوز لشاشة الـ MS-DOS، فعند إغفالها أو عدم كتابتها نلاحظ أن شاشة الـ MS-DOS تظهر وتختفي في لمح البصر، ولا يمكننا أو لا يتسنى لنا رؤية الرسالة أو رؤية البرنامج. getchar.com أو getchar قوسين تنتهي كذلك بنقطة فاصلة، فهي كذلك أمر من أوامر. نقوم بكتابتها مرتين لكي يكون لها مفعول. بعد ذلك نقوم بكتابة return zero. return zero وهي
خاصة أو تدل على نهاية أي برنامج في لغة سي. فأي برنامج في لغة سي يعيد لنا شيء. هنا لدينا فقط رسالة، فهو لا يعيد أي عدد أو أي قيمة، فقط يظهر لنا رسالة على الشاشة، ولإظهار أو لتبيين نهاية البرنامج نقوم بكتابة return 0. إلى هنا أنهينا كتابة برنامجنا الأول، ولتشغيله نقوم في البداية باكتشاف الأخطاء التي قمنا بها في البرنامج. إذا كانت هناك أخطاء بالنقر على أيقونات كومبيل، ثم نقوم بحفظ هذا الموضوع مثلا على سطح المكتب، ثم النقر على سيف. نهاية الفحص فالأخطاء غير متواجدة Error 0، ثم نقوم بالنقر على Close. ولتفعيل أو لعمل Run للبرنامج نقوم بالنقر على Run، ثم نشاهد شاشة MS-DOS بيضاء وسوداء مكتوب عليها الرسالة التي قمنا بكتابتها، وهي هاي هواري. ولإزالة هذه اللوحة أو هذه الشاشة نقوم بالنقر على أي أيقونة أو أي خانة على حاسوبنا. كان هذا برنامجنا الأول في لغة سي، فهو ليست له فائدة طبعا كما قلت لكم، ولكن يتوفر على مجموعة من الأوامر والأساسيات في لغة البرمجة في لغة سي. فمثلا قمنا بالتطرق إلى المكتبات في لغة سي، وهي مكتبات include studio.h، وهي مكتبة أساسية ونقوم باستعمالها في أي برنامج. include conio.h كذلك مكتبة أساسية، و main والتي يبتدئ بها كل برامج. كذلك تطرقنا إلى printf والتي تمكننا من إظهار الرسائل على سطح شاشة الـ MS-DOS. جيتشار والتي تمكننا من عمل بوز للشاشة، وكذلك الريتورن الذي يدل على نهاية كل برنامج في لغة سي، وينتهي كل برنامج في لغة سي بلامة الإغلاق. أتمنى أن يكون الشرح قد أفادكم، ويمكنكم طرح تساؤلاتكم واستفساراتكم من خلال رابط الموضوع أسفل الفيديو. وللتوصل بتتمة الدورة وجديد الشروحات المرجو الانخراط في قناتي على اليوتيوب من خلال النقر على سبسكرايب أسفل. والسلام عليكم ورحمة الله.